السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم على قناتكم قناة فود كافي دي زاد. وفي البداية ما تنساو الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نتلاقى معكم باش نتكلموا عن الكارثة والمهزلة اللي حصلت اليوم من عدة جوانب ممكن ما تسمعوهاش في جهات أخرى بعيدا عن الشعبوية وعن العشوائية في يعني إعطاء الأحكام. ما راح نقول لكم مدرب لأنه راح أسمعنا كلام كثير للأسف راح نتكلموا عليه. إذا بداية قلنا أعزائي المشاهدين نبدأ بهذه الصورة الجميلة جدا اللي نصفقوا عليها بكل حرارة ونحيوها ونشجعوها ضد يعني بعض صفحات وقنوات أنا اللي نسميها مستنقعات الفتنة. هأشوف تي في تاع المغرب وبعض الصفحات يعني هنا في الجزائر يعني كانوا حابين يشعلوا نار الفتنة بين شبان صغار 17 سنة. شوفوا ما شاء الله متحابين متآخيين يعني في صورة تعبر عن الشيء الكثير، والحمد لله مازال يعني الخير في أولاد بلادنا بحول الله. إذا اليوم الآن بعد ما حصل هذا الشيء نروح ونرجع الآن إلى المباراة. هي مباراة خسرناها ما حصل ولا شيء، ما ضربنا الحمد لله، يعني المباراة سلكت على خير وهذا هو أهم شيء. الآن نجو إلى الناحية الرياضية وناحية كرة القدم والمنتخب الوطني. الهزيمة المذلة الثانية في البطولة 3-0 مع السنغال ومع المغرب جات باش توضح عدة أمور. أولا من العشوائية ومن الشعبوية أني نتهم المدرب وننتقد المدرب، نشوف بعض الصفحات يقولوا هذا المدرب لازم يدخل للسجن، واحد يقولوا ما رأيكم في يعني أداء المدرب. أنا أقول لهم يا جماعة لازم تغيروا مجال كرة القدم، لأنه اتهام المدرب مش اتهام، لأنه أكيد المدرب ناقص كثير، لكن شكون اللي عين المدرب؟ من عين هذا المدرب؟ إذا يعني المدرب ما كانش عنده مستوى باش يدرب هذو اللاعبين، شكون اللي عين هذا المدرب وشكون اللي استدعى هؤلاء اللاعبين؟ أنا متأكد بأن المدرب ملاو عليه اللاعبين، شكون هما وشكون اللي دار المدرب؟ هذو اللي لازم يتحاسبوا. وقبل ما نحاسب هذو لازم نحاسب شيء مهم جدا وهو المنظومة الرياضية الكروية في الجزائر. لما منتخب أقل من 23 سنة يتبهدل ويتهان، ما يروحش إلى كأس أو إلى كأس إفريقيا، نعم باش يروح إلى كأس أو ألعاب أولمبية. تخيلوا أنه أكثر من فرصة جاتنا، تم إقصاء المنتخب الكونغولي بهدية رغم أننا أقصينا فوق البساط، بعد ذلك تم انسحاب منتخب إثيوبيا وتأهلنا، من بعد ما نقدرش نربح غانا. هنا تعرف بأنه المنتخب الأولمبي المدرب نتاعو، وهو دائما نتكلمش على المدربين تاع الفئات السنية، تعرفوا علاش؟ لأنه مدرب الفئة السنية ما لازمش يكون، ماشي شرط يكون هو مدرب كبير ومحنك، هذه فقط هنا نسمع بها في الجزائر. واثنين الديتيان أين هي؟ وشكون اللي عين الديتيان؟ ومقبل ما كانش الديتيان شكون اللي، أنه معظم مدربي الفئة الشبانية يعني تم تعيينهم قبل تعيين الديتيان الجديد، لكن شكون اللي كان يعين المدربين؟ شكون اللي كان مسؤول عن كرة القدم؟ هذا الشيء اللي لازم نتكلموه ولازم نحطوا الصبع على الجرح. إذا منتخب أقل من 20 سنة نفس الشيء، ما يتأهلش أصلا لكأس إفريقيا رغم الإمكانات الكبيرة جدا اللي وفرتها الدولة. كذلك منتخب أقل من 17 سنة يتبهدل في بلاده، هزيمتين ب3-0 مع السنغال و3-0 مع المغرب، شكون هو المسؤول؟ هنا لازم نحط الجرح أو الأصبع على الجرح، ماشي كلام تاع مدرب وحكم، هذا الكلام الشعبوي اللي دخلنا في الحيط، لأنه دائما نقول أنه لما تكون نكسة خلونا من الكلام تاع النساء والبكاء النساء، نعم مع احتراماتي للنساء لأنه أصلا المرأة حساسة بطبيعة الحال تبكي بالخف، لكن أنه راجل يبكي بعد الهزيمة هذا أمر غير مقبول، هذا لا يا أخي خسرت أرواح برر لي وعلاش خسرت. مثلا اليوم المنتخب الجزائري خسر مع المغرب، تقول لي لأن المنتخب المغربي قوي، نعم المنتخب المغربي قوي والمنتخب السنغالي قوي، لكن في نفس الوقت أنت ضعيف. وعلاش ضعيف؟ هل بسبب المدرب رومان المنتخب ضعيف؟ لا، بسبب عدة أمور، بسبب المنظومة الكروية. باش نفتح الكلام أولا خلوني نتفكر، قبل شهر واحد المدرب جاء في ندوة صحفية، أنا في وقتها قلت أنه هذا يدافع عن الفساد لأنه مستفيد من المنظومة الجزائرية الكروية، لأنه إنسان يحب بلاده ينتقد، أي واحد يحب بلاده ما يعجبوش واش راهو يصرى في المنظومة الكروية. تعرفوا شكون اللي يعجبو وشكون اللي يدافع؟ لا راه يعمر في جيابو، هذاك يدافع ويسمي الناس اللي تنتقد بالسوداويين. لا يا أخي، ولا خلي ما نهضروش أفضل، كنت راح نهضر هضرة لكن ممكن راح نخرج على كرة القدم، خلينا دائما في كرة القدم. إذا أقول أنه من يفرح بهذه الصورة المهينة للكرة الجزائرية ما يفرحش، وارواح نعلمك
تاريخ الكره الجزائريه اللي انت جيت شوهته في ندوه صحفيه وتقول درنا ودرنا ودرنا ودرنا، اديت كاس العرب في يعني منتخب اقل من 17 وجيت تفتخر بها في ندوه صحفيه، ما حبيناش نتكلموا ذاك الوقت، لكن لما جاوك المنتخبات الصحاح تبهدلت وبان المستوى نتاعك وبان التكوين اللي انت تمدح فيه. هادو لاعبين تكون فيهم من 2017، هذه اكاديميه الدوله تصرف عليها في الملايين تاع الدولارات واليوروات، هذه اموال الدوله تروح هكذا، قاعدين انتم يعني تديروا في العقود نتاعكم بالباسبور الاحمر باش تحموا حقوقكم، واموال هذه اللي راحت من الجزائر شكون اللي يحمي لها حقوقها؟ هذا المستوى الباهت لما تخسر مع السيراليون وغينيا الاستوائيه وتخرج من الدور الاول، لما تفشل باش تروح الى كاس العالم والدوله عطات لك كل 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 الامكانيات، صرفت لك اموال باهظه كبيره جدا باش تنعم في قطر وتحضر في قطر وتزيد تحضر في غينيا الاستوائيه في فندق خمس نجوم ليك وحدك، من بعد تخسر وتجي تبكي لي بطريقه دراماتيكيه مضحكه تهريجيه مضحكه، وهذه اسباب هذا البكاء راهي هنا. وعلاش الان رد كره الجزائر صار لها هكذا؟ لما المنتخب تاع 20 سنه ما يتاهلش اصلا الى كاس افريقيا، لما منتخب اقل من 23 سنه ما يتاهلش اصلا لكاس افريقيا، ولما منتخب اقل من 17 سنه ما يروحش الى كاس العالم رغم انه الدولة وفرت كل الظروف، شكون اللي يحمي حقوق الان الكرة الجزائرية؟ وشكون اللي يحمي الحقوق تاع الأموال اللي راحت لهؤلاء المدربين من كبيرهم لصغيرهم بالباسبور الأحمر؟ شكون يحميها؟ ما كاش اللي يحميها، لأنه كاين الطبالين والشياطين عندهم الصخ اللي يديروا واش يحبوا، هذا الشيء لازم الآن كل محب للكرة الجزائرية يتكلم الآن، لأنه ما يحصل في الكرة الجزائرية فات يعني بحدود المعقول، ما يحصل في الكرة الجزائرية غير مقبول تماما، والآن لازم تدخل صارم، لازم من اولا رئيس اتحاديه يحكم ولا يحكم فيه، لازم رئيس اتحاديه لما مدرب يهينك يجيبوا من الوذنين، ارواح اعطيني لو بيلون، الى حد الان اهانه كاس افريقيا ما كانش البيلون في الطابله، كيفاش تحبوا كره القدم تتطور؟ كيفاش تحبوا المنظومه الكرويه الجزائر تتطور؟ ما تتطورش ما تتطورش، ولد علي الى حد الان ما عنده حتى خبر، لا اقيل ولا استقال ولا راح ولا قعد، كاش يعني يجوا مدربين يسينيو عقود ومن بعد يروحوا يدربوا ما كان اللي حسبهم، ما كانش يا اخي ما كانش يا اخي، تجي في ندوه صحفيه تفتخر لي بانجازات وهميه، انعم سميها انجازات وهميه، تتكلم لي على منتخب اقل من 17 سنه، نفكرك في سنه 2009 نظمنا كاس افريقيا في بلادنا هنا، نظمناها ما كانش عندنا ملاعب فخمه كما تاع براقي وكما تاع النابه يعني لا، لعبنا في الطاردون في الدار البيضاء اذا تشفوا جيدا، وهذا من جهه ثانيه ما كانش كاين لي رام، كان لعبنا مع غامبيا ولعبنا مع بوركينا فاسو، تخيلوا انه بوركينا فاسو القامات نتاعهم 223، انتم شفتوا لاعب عنده 17 سنه في عمره يعني في 223، لعبنا للكبار، رغم ذلك رحنا للنهائي، ما كانش هذه اكاديميه الهف والريح والتبرديع، اكاديميه اللي داو بها الدراهم ويجي المدرب في الندوه الصحفيه يمدحها ويقدسها ويشبحها يعني لا 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 لا، شوف هنا الى كاس العالم رحنا للنهائي واش داروا؟ فقط داروا فريق جمعوه يلعب في البطوله، ما داروا لاكاديميتهم يحسنون، اكاديميات الفاف هذه الخرده هذه اللي جابوها لنا جديده باش ياكلوا بهم وباش يمولوا الانديه نتاعهم باللاعبين على حساب الدوله والمنتخب يروح في الحضيض، هذو لاعبين تكونهم في 5 سنين، هذو لاعبين تكونهم في 6 سنين، بالله عليكم هل هؤلاء لاعبين تكونهم في 6 سنين؟ والله العظيم يا جماعه وراني نحلف لو المدرب دار جوله في الساوره وفي قسنطينه وفي الجنوب وفي الشمال وفي الصيف وفي تيزي وزو وفي كل مناطق الوطن وفي شلف وفي وهران وفي تلمسان كان يلقى لاعبين افضل من هذو اللي قالوا لنا كانوا يكونوا فيهم، كنت نتكون فيهم والمنافسه وين راهي؟ اول مره انا نشوف لاعبين يتكونوا وما يتنافسوش، هذه في الجزائر فقط. ومن بعد يجيك مدرب يمدح هذا العمل، هذا الفساد الكروي اللي نسميه، والله ما يحصل عيب وعار، نذكركم كذلك قبل 2017 الفترة الزاهية اللي سماها المدرب اللي دار ندوة صحفية نتاعو، نذكروا بأنه رحنا الألعاب الأولمبية، رحنا ولا ما رحناش؟ رحنا لكأس إفريقيا ولعبناها في المغرب عند خاوتنا في المغرب، ورحنا إلى كأس أو رحنا إلى الألعاب الأولمبية، تتذكروا مع أي جودي، أكيد كلكم تتذكروا هذا الشيء. كأس العالم رحنا ليها مرتين مع الأكابر 2014 و2010. ما كانش عندنا ذي البحبوحة والفخفخة والتقديس اللي كان الآن، لا، كان المدرب الكرعين يطيروا. أي من جبهة من سعدان، ولا مدرب كانوا يرحموه الصحافة والمشجعين. الآن يجي يقول لك حابين ترجعوا، واش حابين نرجعوا؟ المشجع الجزائري ولا مرة رحم المدرب، ولا مرة. أول مرة في التاريخ نشوف تقديس مدرب رغم النتائج السيئة، ولا مرة صارت في التاريخ.
ولا مره صرت في التاريخ. هذه اول مره. حليلوسيتش انتقدناه، سعدان انتقدناه، غوركوف انتقدناه، بشيخ انتقدناه، كامل الناس انتقدوهم. ماتر ما نتكلمش عليه، نخلي الناس المقدسين يتكلموا على ماتر لانه يعرفوا مستوى المقدس نتاعهم يقارنوه بماتر. اما انا ماتر ما نتكلمش عليه لاني اصلا ما احترمش به مدرب. ماتر نخلوه لاصحابه، ماتر نخلوه للناس المدرب اللي قارنوا به ماتر. هذا الشيء على بالي راني زعفان لاني هذا الشيء اللي شفته اليوم اهانه للكره الجزائريه. اين المسؤولين؟ ديروا لنا رئيس اتحاديه يحكم المدرب من ودنين يحق له ودنيه. يا اخي ماكش دير فيا مزيه، لا راه الدوله تعطيك دراهم يا اخي راه تخلصك. ادخلوا بالاورو سبحان الله، من المدرب تاع المنتخب الاول المدرب تاع 5 سنين قام يخلصوا بالاورو، قالوا عندهم عقود بالباسبور الاحمر تحمي حقوقك. انا ثاني نحمي حقوقي يا اخي، عطيت لك عقد وتهليت فيك، وعلاش هذو النتائج؟ وعلاش وصلنا الوقت انه النيجر نربحها بالسيف، ومدرب يبكي في الندوه الصحفيه من ظلم التحكيم. شكون النيجر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هل احنا من قبل كنا نبكو من التحكيم ضد النيجر؟ هل كنا نربحوا النيجر بالسيف؟ انا ملي نحسي النيجر نربحوها بالسته، نربحوها بالخمسه، اول مره في تاريخنا ربحنا النيجر بالسيف، لكن رانا نربحوها بالسيف. لما تجي كاس افريقيا ومن بعد يجي الفشل ثم الفشل ثم الفشل ثم الفشل ثم الفشل، مع كل احتراماتي لكاس افريقيا ديناها بالوطاج، ديناها بطريقه عشوائيه، ديناها من دون عمل، ديناها من دون دراسه، ديناها من دون لعب، ديناها من دون نظره للامام، دينا جاتنا ديناها وخلاص. انا لما الان نجي نشوف السنغال مسيطر على كل الفئات، نهائي رحت كاس العالم اخر مرتين، نهائي كاس افريقيا في 2019، بطل كاس افريقيا في 2022، والمنتخبات السنيه نتاعها كامل ادات البطولات بما فيها الكره الشاطئيه. لما نشوف المنتخب المغربي المنتخب الاول نتاعو تالق في كاس العالم ومازال يزيد يتطور في المنتخب نتاعو ويبدل في اللاعبين الى حد الان، ونشوف الشبان نتاعهم يتالقوا وممكن يروحوا حتى الالعاب الاولمبيه وهم راحوا الى كاس العالم تاع 17 سنه، واش حابين تستناو اكثر من هكذا؟ خلاص يا جماعه، يعني الفساد نتاعنا اصبح في الحضيض ومازلنا نتكلموا عن انجاز في 2019. الشعوب التي تمجد يعني انجازاتها السابقه ما تقدمش، لماذا؟ لانه ما عندهاش حاضر. الشعوب اللي تفتخر بالماضي نتاعها ما عندهاش حاضر. نقطه الى السطر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.